الحمد لله، الحمد لله القائل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام، وجعل نبينا العدنان، اللهم ألحقنا به يوم يقوم الديان، يحاسب الناس على أعمالهم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. أحباب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، كنا قد تحدثنا في الخطبة الماضية أننا سنتحدث عن فن اتخاذ القرار، وخطبة اليوم للإجابة عن هذا التساؤل. نحن مطالبون باتخاذ القرار في قضايا ثلاث رئيسية: في الدراسة كشباب، في العلم، ثم في العمل، ثم في الزواج. قضايا كثيرة، لكن هناك قرارات مصيرية يتحتم على الإنسان أن يتخذها في حياته، لأن أي خلل فيها سيجعله ينحرف أو ينحدر. فاتخاذ القرار بالنسبة للطالب في اختيار الدراسة سيحدد مصيره ومستقبله، واختيار العمل سيحدد كذلك، واختيار الزواج يؤثر على كليهما. إذن كيف نتخذ القرار؟ وما هو المطلوب لاتخاذ القرار الصحيح؟ خطبة اليوم بعنوان: من هو العاقل جدا؟ من هو العاقل جدا؟ أولسنا عقلاء؟ بلى. أحد الخلفاء جمع من حوله من مستشارين ووزراء، وقال: أريد أن أعين ولاة على الأمصار، فمن ترون العاقل لأعينه في هذه المناصب؟ قالوا: العاقل معروف. قال: من هو؟ قال: العاقل من يفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وربما لو سألنا أنفسنا لأجبنا بتلك الإجابة. قال: لا، هذا يعرفه كل أحد، كل أحد. الآن قطة تعرف إذا كانت هذه القطعة من اللحم حلال أم حرام، مسروقة أو غير مسروقة. الحلال والحرام واضح، لأن النبي حسم الأمر: الحلال بين والحرام بين. الكل يعرف الحلال من الحرام. قال: العاقل من يدرك الفرق بين الخيرين وبين الشرين، فيختار أفضل الخيرين ويرتكب أهون الشرين. لندقق في خطبة اليوم أيها السادة، لمن يقف على مفرق طرق ليتخذ قرار: دراسة، فتح عمل، أو زواج. ركز كي تصل إلى النتيجة التي سترضى عنها في مقتبل العمر. إذن العاقل من يدرك الفرق بين الخير والشر، لكن العاقل جدا من يدرك الفرق بين الخيرين ويرتكب أهون الشرين. في مجال الدراسة على سبيل المثال، أنت بين خيارات الآن حسب معدله، حسب الدراسة، حسب الإمكانات، يمكن أن يدخل في اختصاصين قريبين وكلاهما جيد. الآن القدرة على الاختيار تحتاج إلى براعة، أيهما أختار؟
هندسة كهربائية مهندسة ميكانيكية كلاهما جيد، اختار طب أم هندسة كلاهما جيد، هذه الجامعة أم هذه الجامعة كلاهما جيد، ما الذي أختاره؟ القدرة على الاختيار بين الخيرين هذا هو الأمر الصعب. وعندما نتحدث عن العقل فالعقل ليس مناطه الاختيار، يعني هناك معلومة خاطئة أنا بالعقل أختار، لا، العقل يربط بين الاختيارات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعقل وتوكل. العقل تماما هذا العقال الذي نضعه على الرؤوس هو لربط البيانات، ربط المعلومات. إذا ما الذي أحتاجه لأتخذ قرارا بالنسبة للدراسة أو العمل أو الزواج؟ البند الأول ودقق، أولا لا تعمل عقلك، عقل وقفه. كيف؟ ما العقل هو الذي يختار؟ لا، ما ضر بني آدم إلا عندما اختاروا بعقولهم. العقل أيها السادة هو تماما كالهارد كالكمبيوتر، لابد أن تضع فيه بيانات ويأتي العقل الذي هو تماما الذي يجمع البيانات، المعالج البروسيسر يعالج هذه البيانات ثم يخرج بنتيجة. سآتي على تفصيل دقيق، لكن أرجو التنبه، أزل من عقلك أي شرود وتنبه إلى هذه النقطة المحورية. مشكلة بني آدم عندما أعمل عقله ونسي البيانات التي تحرك هذا العقل. اليوم بالعقل وصل المجتمع إلى أن يقر ما يحرمه الله عز وجل من شذوذ وغيره وكذا. العقل أباح له أن يسرق، أن يظلم، أن يقتل بالعقل بمصلحته. لكن عندنا في الإسلام العقل لابد له من بيانات، ودور العقل فقط أن يربط بين هذه البيانات. مثال ذلك سيدنا آدم عليه السلام كان في الجنة مسرورا سعيدا، لكن أمره الله عز وجل، الآن عنده عقل، الآن الله عز وجل يأمره أن لا يعمل عقله من ذاته إلا من خلال بيانات. هناك ثلاث بيانات يجب أن تدخلها إلى عقلك قبل اتخاذ أي قرار في هذه الأمور الثلاثة. فسيدنا آدم عليه السلام في الجنة وهو في النعيم، لكن الله عز وجل يصدر له أمرا، بيانات، لا تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة ممنوع تقترب منها. لكنه أعمل عقله، وهذا العقل الإنساني الذي استغنى عن بيانات الله وعن إرادة الله ما أوصله إلى أن يخرج من الجنة. ما الذي حدث؟ يأتي إبليس ليوسوس له، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الآن الطلبين اللي طلبهم إبليس أو الوسوس فيهما إبليس، ولنا إن شاء الله محاضرات سابقة أو خطب سابقة بعنوان كيف أن الشيطان يدعو للخير، أمره بأمرين خيرين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أنت في الجنة ماذا تريد؟ تريد أن تبقى في الجنة، تريد هذا النعيم، وتريد لهذا النعيم أن يكون خالدا. يعني كل إنسان اليوم يعمل يريد النعيم ويريد دوام النعيم. يعني واحد تقول له ما رك أن تأخذ 10 ملايين دينار، لك نعم، بس يعني أديش يعني هدول؟ لا والله بس تتصور قدامهم وترجعون كاميرا خفية، هذا لا تقبله. تريد المال لكن تريده دوام. لذلك الإنسان يعمل لنفسه ويعمل لأولاده ولأحفاده. الفراعنة عمروا الأهرامات، شيء من الخلود. الإنسان يريد الملك ودوام الملك. إذن عقله أوحى له أن هذا هو الصواب، لكن الصواب كان فيما أمر الله عز وجل، لا تقربا هذه الشجرة. إذن أوقف عقلك وانتظر بيانات الله عز وجل. عندما أبدأ باتخاذ أي قرار لابد أولا
أن أعرض هذا الأمر على بيانات الله، ماذا يطلب الله مني في هذا الأمر؟ عندي دراسة. طيب الآن ما الذي يرضي الله عز وجل؟ هل كل العلوم مسموح بها؟ هل هذه الدراسة يأذن الله عز وجل بها؟ هل هذه العلوم تفيدنا، تنفع المسلمين، تنفعني؟ سأسأل الله عز وجل. الآن في العمل، هل كل عمل مباح؟ والله أخي أنا أريد أن أعمل، عقلك يأمرك أن تعقل، أوقف عقلك واسأل هل الله عز وجل يريد هذا العمل، يقبل بهذا العمل؟ هناك عشرات الأعمال التي تدر أرباحا هائلة، وأنا أسرد لك حادثة سريعة. في بريطانيا عندما كنا في الجامعة، بعض الناس كان يقول الحمد لله أن الإسلاميين لم يصلوا إلى هذه البلاد. قلت له لماذا؟ قال على سبيل المثال الشارع الذي نعيش فيه كان شارع إجوار رود، طوله 40 كيلومتر، هذا لو دخله الإسلاميون لأغلق كله. قلت له لماذا؟ قال لأن في الشارع عشرات البنوك الربوية، عشرات الحانات، عشرات محلات القمار، دور البغاء، الخمر، الميسر، بيع الخنزير. قال لو دخلتم إلى هذا الشارع لأغلقتموه، لأن العمل عندنا في الشريعة الإسلامية ينطلق مما يرضي الله عز وجل لا مما يرضي العقول. وما خرب على ابن آدم إلا عندما أعمل عقله دون اللجوء إلى ما أمر الله عز وجل. فإذا أردت أن لا تندم في قرار وتكون العاقل جدا قبل أن تتخذ القرار، أنا أريد أن أدرس، أن أعمل، أن أتزوج، ما الذي يأمره الله عز وجل قبل أن أتصرف؟ إذن هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أن أتساءل عن آراء من سبق في هذا الموضوع، لأن نضع خطة الآن للعمل، أريد أن أقدم على عمل، ما الذي يرضي الله؟ الآن أسأل عن الآراء لكل الناس الذين عملوا بهذا العمل من قبل. يعني اليوم في الجامعة لا يقبل بحال طالب يذهب إلى الجامعة هو لم يذهب للجامعة قبل أن يسجل، لم يسأل الطلاب، لم يستعرض المناهج، لم يسأل من تخرجوا. اليوم في كارثة، اسمعوا مؤتمرات التعليم ووزراء التعليم عبر العالم، كارثة. هناك علوم يجب أن تغلق لأن ليس لها سوق عمل، علوم لا نفع منها، كليات يجب أن تدمج مع بعضها. طيب هل سألت أنت الطالب، هل سألت عن هذا العلم الذي تريد أن تدرسه ما له قيمة في سوق العمل؟ ما الذي فعله الذين تخرجوا منه؟ هل استفادوا منه؟ هل هذه الشهادات التي تريدها هل هي معترف بها؟ عشرات الطلاب يجلس في جامعة ثم يفاجأ أنها غير معترف فيها في بلد كذا وبلد كذا، ثم يمضي العمر، والله أنا كنت لا أدري ليش ذهبت، والله عقلي قال لي أنه هذا الفرع جيد. قبل أن توقف تعمل عقلك أوقفه واسأل عن الآراء والخبرات السابقة. الأمر الثالث الذي يجب أن تتوقف عنده قبل أن تتخذ قرارا بالدراسة أو العمل أو الزواج، أيضا القوانين الوضعية. الآن أريد أن أسجل كما قلت في جامعة، أنظر إلى الاعتراف بها، إلى دقة مناهجها، إلى المعترف به. في العمل لا ينبغي بحال نفتح محل بعدين نسأل هل القانون يسمح بهذه البضاعة أو لا يسمح، هل هناك ترخيص أو غير ترخيص، يفتح يخسر، يقول يا أخي هيك قدر الله عز وجل أن أخسر. طيب أنت لم تسأل لا عن قوانين الاستيراد ولا عن قوانين الجمارك ولا عن الأرباح ولا عن الضرائب، إيه الله يكراد. عندما يعجز ينسب التقصير إلى الله عز وجل وحاشا لله. لذلك يأمرنا ربنا عز وجل أيكم أحسن عملا، نحن نسير في سلسلة الفرائض المهملة، هذا من الفرائض المهملة، أحسن عمل. غير مقبول منك العمل اليوم، واحد والله أنا أعملت، لا، المقبول عند الله العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. أحسن عمل، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، عنده عمل لكن ما هو العمل الخاسر؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، عقله قال له صح. اليوم عشرات الناس الذين يقتلون عبر العالم يحسبون
أنهم يحسنون الصنعة، يدرس علم لا فائدة منه، يحسب أنه يحسن الصنعة، يتزوج فتاة ولم يراعي شروط الزواج الذي أمره الله عز وجل بها. أحد الإخوة تزوج، أنا أعمل في جمعية إعفاف لتزويج الشباب، واحد أتى يا أخي شوف قدر الله عز وجل، يا أخي تزوجت فلانة فطلعت كذا وكذا وكذا. قلت له يعني ماذا فعلت أنت قبل الزواج؟ قال والله يعني أرسلت أمي وخطبناها ورجعنا. طيب ماذا فعلت بالنصائح التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 230 حديث في كيفية اختيار الزوجة والزوج، ماذا تعلم منها؟ فقد تزوجوا، فقد تكاثروا فقط، لكن أين شروط الزواج؟ أين ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ إياكم وإياكم وإياكم، والله لم أسأل عنها. طيب ماذا فعلت؟ أعمل عقله. نقول له في الزواج أوقف عقلك، أوقف عقلك، اسأل من صنعك وخلق البشر كيف يمكن أن أتزوج، ما هي الشروط كي أضمن حياة سعيدة دائمة. إذا فعلت ذلك لن تكون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. والله أنا فكرت أنه هيك صار، حسبت وفكرت قال لي عالي، أنا ظنيت أنه صواب، أنا ظنيت أنه خير. طيب تعالوا إلى حادثة من ما جرى مع الصحابة الكرام. عبد الله بن رواح، النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالذهاب إلى الجهاد في سبيل الله، وكان الموعد الفجر، وانطلق الجيش وهو أحد أمراء الجيش، لكن عبد الله بن رواحة وعند صلاة الجمعة كيوم الجمعة هذا يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بعبد الله بن رواحة خلفه، قال يا عبد الله لما لم تغدو مع أصحابك؟ أنا أمرت أن الجيش يطلع الفجر، وين قاعد لهلأ؟ الآن أعمل عقله، عقله، قال يا رسول الله قد حضر ما حضر، تعلم الآن في جهاد وفي غزو، ورأيت أن أصلي الجمعة معك فلعلي لا ألقاك بعدها. اليوم عقله عم يقول له، علما أنه الأمرين خير، الذهاب إلى الجهاد والصلاة مع رسول الله، لكن الآن البيانات الإلهية والبيانات من النبي ما هي؟ اذهب الفجر، اذهب الفجر، كما نقول للتاجر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام التمس الرزق عند تزاحم الأقدام، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو بيفتح بمكان ما في 10 زلم وبعدين قدر الله أنه لا أرزق، يدرس علم لا علاقة له بسوق العمل بعدين والله الله ما رزقني، يتزوج فتاة لا يعرف أصلها بعدين بيقول والله سبحان الله كان اختيار خاطئ وأنفقت وأضعت الأموال. الآن عبد الله بن رواحة النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، أنا أمرتك أن تذهب الفجر، ما الذي أبقاك؟ أرأيت أن أصلي الظهر معك. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أتدري بكم سبقك أصحابك يا عبد الله؟ يعني أنت بتعرف حالك قد ايش سبقوك الجماعة، طلعوا الفجر وتظهر. عبد الله لم يدرك الآن ما نقول، قال إنما سبقوني بغدوته، يعني يا رسول الله طلعوا الفجر أنا معي حصان سريع الآن أدركهم، يعني الشغلة ساعتين ثلاثة. انظروا إلى كلام رسول الله، قال يا عبد الله والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة، والله يا عبد الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. شو تأخر ساعتين بقت على الموعد، يعني اليوم بس حتى ندركها، هذا في عالم الدراسة في موعد لاجتياز مسابقة أو تنافس أو امتحان تكميلي أو موعد تسجيل، الموعد ينتهي الخميس الساعة 12 ظهر، شو علي أنا وصلت 12 ربع خلاص انتهى، متى التسجيل؟ العام القادم، راح عليك سنة،
راح عليك سنة تجارة، في مناقصة، في عطاء، يجب أن تلتزم بالشروط الساعة كذا، دفتر المناقصات في الوقت المحدد بالشروط يعني شو علي. جينا تاني يوم راحت علينا، اقدر الله وما شاء فعل. ها الآن الله أمرك بأحسن العمل ليس بالعمل مرة ثانية. فعبد الله بن رواحة أدرك ذلك فسأل الله الشهادة. إذا كان كل ما أعمله لن يفي، فسأل الله الشهادة في ذلك الموقف، ولم يعد من تلك الغزوة إلا شهيدا تقبله الله عز وجل في الشهداء. إذن أيها السادة أيها الأحباب، إذا أردت أن تكون العاقل جدا فلا تعمل عقلك، استعن بثلاثة مصادر. المصدر الأول، إذا كنت لا تعرف شيء احفظ هذا القانون، قانون اسمه أدق، قانون اسمه أدق، لن نخرج حتى نحفظ هذه العبارة، ربما هذه من الخطب المتعبة جدا، لأنني أكثر من أسبوع وأنا أحضر لهذا الموضوع فقط لأستطيع أن أختصره، عشرات الكلام. لكن الآن احفظ، تريد أن تتخذ قرار دراسي، عمل، زواج، ضع على صفحتك أدق. ما هي أدق؟ ألف آراء، ما بتحرك حركة لإجمع آراء من سبق في هذا الموضوع. الآن بدي يدخل دراسة، أنت مين دخل بهذا الموضوع؟ شلون درست؟ شو الصعوبات؟ شو العقبات؟ كيف بدي ساوي؟ يعني في مثل عنا أهل الشام بيقولوا من جرب المجرب فعقله مخرب. أنت بتعرف هذا الاختصاص لا يصلح، هذه الجامعة غير معترف فيها، هذا العلم ليس له سوق عمل، هذا العلم صعب عليك، هذا العلم يحتاج إلى ذكاء تحليلي وأنت ذكاءك بصري نظري. فاسأل، اجمع الآراء. عمل، ما بيصير والله يلا منجيب بضاعة وإن شاء الله بتربح والله الرزاق ونحن ما علينا إلا العمل وعلى الله اتكال، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. هناك شروط، هناك قواعد للتجارة، اسأل أهل الخبرة. يا جماعة إذا جبت هذا الصنف شو أوضاع السوق، كيف ممكن ينباع، شو نسبة الربح، عدد المشترين، عدد المسوقين. أنا أمضيت أكثر من 12 عاما مدير مبيعات، عشرات الاحتمالات لشراء أي صنف. أصعب ما في التجارة الشراء وليس البيع. البيع بتجيب 10 ناس تعطيهم شوية عمولة مبيعات بيبيعوا، لكن البراعة في الشراء. لذلك يخسر التاجر عندما يشتري وليس عندما يبيع. هذا يجب أن تدرس، هذا أحسن العمل. في الزواج اسأل عن طبعها، طبعها قبل عن دينها ولا عن حسبها ولا نسبها، طبعها، وسيكون لنا موقف كامل مع هذا الموضوع. طبع أولا، هل يناسب الطبع؟ ثم استعرض بيانات أوامر رسول الله عز وجل، ثم اسأل عن الحسب والنسب، ثم عن الظروف المحيطة، وهكذا وهكذا. إذن استطلع الآراء، فإذا وصلت إلي الآراء ثم سألت عن شرع الله، لا أدخل عملا قبل أسأل العالم المختص. أنا في الدراسة، من هو العالم التقي الورع الذي يفهم في هذه الاختصاصات؟ تعال اسأله. فاسألوا أهل الذكر، كل علم له أصحاب. في التجارة أسأل أصحاب التجارة الذين أثق برأيهم. في الزواج أسأل، ثم بعد أن أجمع الآراء أسأل أصحاب الدين، ثم أعمد هل هناك ممنوع أو مسموح في القانون في الأمور الثلاثة في وراعها. فإذا جمعت ذلك كله وصلت إلى العقل الذي يجمع الآراء، فقط أجمع الآراء. ما دام الله قد رضي، وما دام العقلاء والخبراء قد رضوا ورأوا أن هذا الأمر جيد ولا مانع قانون من أن أعمل هذا العمل، اتخذت القرار السليم وأصبحت العاقل جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وعلى صحبه ومن وفى ووفى. لن نطيل لأن الجو حر، وهذه مناسبة لأشجع الناس على سقي الماء. اليوم بعض الإخوة جزاهم الله خيرا في عدة شركات ومحلات وعبر الطرق نجدونهم يوزعون الماء لإطفاء هذا الحر، وهو من فقه الأولويات، أنه ما هو الأولى الآن في عمل الخير.
لكن أريد أن أختم بنصيحة يابانية، ولنقل هي نصيحة دينية ونصيحة عقلية. إذا أردت أن تقدم على أي أمر كما قلت، أوقف عقلك ثم استعمل أدق، استشر آراء دين قانون، آراء دين قانون. ومع ذلك ومع كل ذلك لا تتخذ القرار بسرعة. القانون الياباني يقول لك قس مرتين واقطع مرة. اليوم الإنسان اللي يعمل في الهندسة، في النجارة، في الحدادة، سهل جدا، والله أديش القياس 71 سنتي وميليين، حط بيقطع، ربما تطلع 3 ميلي 4 ميلي، متر عن متر بيختلف. لذلك يقال له قس مرتين واقطع مرة. وأنا أقول لك في موضوع الدراسة، قس وفكر عشرات المرات، في العمل عشرات المرات، في الزواج 100 مرة، وفقط والله لأنه حبيته يعني. طيب وبعدين وين الشروط الثانية؟ هذا الحب سينتهي في شهر عسل، وبعدين في زواج، في أهل، في معرفة، في أبناء، في تربية، في عمر، في امتداد. لذلك قس مرات ومرات قبل أن تتخذ أي قرار. أسأل الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت برضا الله عز وجل على ما أحسب، والله أعلم بما نقول ونعمل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم التوفيق لي ولكم ولأبنائنا الطلبة ولتجارنا وللعزاب، سائلا لله عز وجل أن يحقق مراده فينا ومراد نبينا فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض، نلقاك وأنت راض عنا، نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ملك البلاد اجعل له بطانة خير وصلاح يا أرحم الراحمين، ووفقه لكل خير، ومثل ذلك لجميع حكام العرب والمسلمين.